تابع يا أستاذ، هناك ألغام، المنطقة خطيرة. رجع يا صغير، وين سارح؟ رجع هناك، لا رجع هناك. اوقف يا اوقف اوقف يا ابني، اقزع على الطريق المدعوس بس، هناك الاماكن خطيره في الغام، تفضلوا المدعوس بس. كما ترون المدرسه شبه مدمره، وهناك مبنى عائل للسقوط، وهناك عده الغام خلف المدرسه، وهذا الوضع خطير جدا على الطلاب، وانا احاول احميهم. الاسم عبد الغني محمد محمود الحيدري، مدير مدرسة الشيخ إبراهيم عقيل. أنا أب لستة أطفال، وأعرف أن تربية الأطفال في بلاد يملأها الحرب صعبة جدا، إلا أننا نقوم بواجبنا لحمايتهم وتربيتهم. الحرب في اليمن بدأت عام 2015، جعلت حياتنا كلها رهيبة. مدينتنا تعز محاصرة منذ آب أغسطس 2015، توفي 420 فرد بسبب هذه الألغام، وأصيب أيضا أكثر من 420 شخص. توفي 50,000 يمني، هرب 3 مليون شخص من البلاد، وأكثر من 80% بحاجة إلى معونة. أغلقت هذه المدرسة في عام 2015-2016، لم ندرس داخلها، وذلك بسبب الألغام التي زرعها ميليشيا الحوثي، وكانت سكنة عسكرية للحوثيين. وحاولنا أن نفتح المدرسة لأن التعليم مهم للطلاب، وهو سلاح الطالب وسلاح الجيل لنهوض هذه الأمة. الآن المكان هذا شبه آمن، واستدعينا فريق نزع الألغام للمدرسة، إلا أننا في بلد حرب، لم تكن لدى فرق نزع الألغام معدات كافية. هنا أصيب أحد أفراد نزع الألغام، وكان الوضع مأساويا. شاهد معي، هنا بنينا هذا الجدار لعدم دخول الطلاب إلى المنطقة الخطيرة، ومع ذلك الطلاب لا يدركون الخطورة التي تحيط بهم. انظر هنا، عدينا جدول زمني حيث قسمت الأطفال إلى مجموعات، وجعلنا المعلمين وأولياء الأمور مشرفين على دخول وخروج الطلاب. التعليم طبعا حق لكل طالب، وأريدهم جميعا أن يواصلوا تعليمهم. هلا نحن نجي من البيت علشان نتعلم في المدرسة، والمدير عمل لحنا طريق علشان نجي من البيت للمدرسة علشان نتعلم. أصلاً لقسنا بالبيت مش نتعلمش. نحن نصلي نجي نشي نتعلم، نجي من البيت للمدرسة، والمدير حدد لحنا طريق نمشي منه. كل ما أريده أن توقف هذه الحرب في بلادنا، وأن نعيش بسلام نحن وأطفالنا.